الله الرحمن الرحيم نواصل مع دروس صرف الموجه لتلاميذ التاسعة من التعليم الأساسي الدرس الثاني إذا هو الاسم المنقوص الاسم المنقوص هو اسم معرب ينتهي بياء ثابتة مسبوقة بكسرة مثل الساعي الداني القاضي إلى آخره هذا الاسم المنقوص إذا هو يشتق من الأفعال الناقصة المجردة والمزيدة كما يمكن أن يكون جمعا لعدد من الأسماء إعرابه في حالة الرفع والجر لا تظهر علامات الإعراب على آخر الاسم المنقوص وتحذف منه الياء فنقول جاء راعٍ إذا هي أصلها الراعي ونقول مررت براع فهذا في حالة الرفع والجر أما في حالة النصب فإن علامة الأعراب الفتحة تظهر على آخره فنقول مثلا رأيت راعيا أو رأيت قاضيا أو ما إلى ذلك وإذا رأيت الراعية الراعية أو القاضية أو ما إلى ذلك بالنسبة للتثنية والجمع التثنية والجمع إذا كما قلنا إذن بالنسبة للتثنية والجمع يثنى الاسم المنقوص بفتح الياء وإثباتها إذا كانت يعني محذوفة فنقول أعلن القاضيان الحكماء وسمعت القاضيين يعلنان الحكماء يجمع جمعا مذكرا سالما بحذف الياء وضم ما قبلها في حالة الرفع فنقول جاء القاضون وكسره إذن في حالتي النصب والجر رأيت القاضيين كسر ما قبلها يعني هنا قلنا يجمع جمعا مذكر انسان بحذف الياء وضم ما قبلها وهنا يعني كسر ما كسره كسر ما قبله يعني في حالتي النصب والجر رأيت القاضيين كما نرى هنا رأيت القاضيين إذا رأيت القاضيين وأعجبت بالقاضيين إذا جمع جمع تكسير فإن ياءه تقلب ألفا اجتمع القضاة اجتمع القضاة اجتمع القضاة نمر الآن للتطبيق، التطبيق إذا، التطبيقات إذا هنا نبدأ التطبيقات، استخرج من النص التالي الاسم المنقوص والفعل المتصل به، وصف أحد الصحابة الفاروق رضي الله عنه فقال: كان عالما برعيته عادلا في قضيته. عاريا من الكبر قبولا لل... للعذر وهو إلى ذلك سهل الحجاب يعني ليس هناك حراس على بابه متحر للصواب غير محاب للقريب ولا جاف للبعيد إذا ننظر هنا بالنسبة للأسماء المنقوصة الموجودة في هذا النص هي يعني كما نرى إذا هنا عاريا عاريا هنا ومتحر اذا هنا للصواب واذا محا غير محاب اذا هنا ونحن أثبتنا هنا على هذا الجدول عاريا الفعل الذي اتصل به هو عار متحر تحرى محاب حاب جاف جفاء إذا عاريا من الفعل عرى الفعل متصل به إذا هو عرى وهو فعل إذا كما نرى إذا هو فعل ناقص الفعل إذا عرى وهو فعل ناقص متحرر إذا هو الفعل تحرى كذلك وهو فعل ناقص محاب إذا حاب وهو فعل ناقص كما نرى جاف إذا جفا إذا كذلك هو فعل ناقص بالنسبة للتمرين الموالي صغ اسما منقوصا نكرة من الأفعال التالية إنزوى إذا منزو كوا كاو استوى مستو دنا دان ووفى ووفى واف ووفى واف بالنسبة لي. التمارين الموالية كذلك دائما وأبدا في التطبيقات، اجعل الأسماء المنقوصة المعرفة في الأمثلة التالية طبعا نكرة وغير ما يجب تغييره، إن الساعي إلى الخير كفاعله، سنجعلها نكرة ونقول إن ساعيا إلى الخير كفاعله. إن ساعيا إلى الخير كفاعلين نلاحظ إذن أن الساعي بعد أن كان إذن لا يظهر في أخرها علامة الإعراب أصبحت ساعيا وهي إذن اسم ناسخ حرفي وهو إن, إن ساعيا إن ساعيا ساعيا بعد ما كانت الساعي إن ساعيا حكم القاضي بالعدل حكم قاضٍ قاضٍ إذا كما نرى إذا قاض حكم قاضٍ هنا تصبح بهذه الطريقة قاضٍ تظهر إذا علامة الفاعل علامة يعني الرفع هنا لا تظهر لكن هنا تصبح إذا ساعيا لأنها يعني كما قلنا اسم ناسخ حرفي وجدت الراضي بقضاء الله قرير العين وجدته اذا راضيا مفعول به منصوب علامه النصب ظهرت اذا ثم كان حكم القاضي عادلا كان حكم قاض قاض إذا هنا إذن كما نرى يعني مجرورة لا تظهر علامة هنا المفروض إذا كان حكم حكم قاضي فهنا إذا كما نرى الياء يعني وقع حذفها ثم التمرين الرابع والأخير وهو ثني الأسماء المنقوصة فيما يلي ثم اجمعها هذا محام أمين نقول إذا هذاني إذا محاميان، هذان إذا محاميان، هذان إذا محاميان، وهؤلاء إذا محامون، هؤلاء محامون، ثم يستجيب الله إلى الداعي، في المثنى إذا ماذا نقول؟ يستجيب الله إلى الداعيين، إلى الداعيين، هنا إذا تتحرك الياء كما قلنا سابقا إلى الداعيين والجمع إذا يستجيب الله إلى الدعاة إذا كما نلاحظ هذا الألف عوض الياء الدعاة كانت المرأة أخيرا إذا الجملة الأخيرة كانت المرأة متناسية حقوقها إذا المثنى كانت المرأتان أو ال امرأتان اذا متناسيتين اذا خبر منصوب متناسيتين والجمع كانت النسوة او النساء متناسيات كما راينا في القواعد او في الدرس هذا بالنسبة إذا للدرس الثاني إذن في الصرف أدعوكم إلى مزيد المراجعة وإلى اللقاء في درس لاحق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.